الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خير. ونحن في ليلة الخميس الثالث من شعبان لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر الرابع لعام 18 و2000. نعم، وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى معنى التوحيد. ها، طيب. وقوله تعالى ولقد بعثنا، وهي قوله رحمه الله تعالى، وقال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، صفحة 34. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، والأمة معناها الجماعة والجيل والطائفة من الناس. قال تعالى: في كل أمة رسولا، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والرسل كثيرون، منهم من سمى الله جل وعلا لنا في القرآن، ومنهم من لم يسمي لنا. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله لنا ومن لم يسم. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا مثل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكما أن الله خلق الخلق لعبادته، كذلك أرسل الرسل أيضا لعبادته سبحانه وتعالى. ما أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاحة والزراعة والصناعة. الفلاحة. أحسن الله عليك. ما أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاحة والزراعة والصناعة، ولا ليعلموهم الأكل والشرب، ولا ليعلموهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية. إنما أرسل الرسل ليأمروا الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو ربهم، والذي يعترفون أنه ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. طيب، الحمد لله. يقول الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أراد المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن دعوة الرسل جميعا هي الدعوة إلى التوحيد. وذكرنا مرارا أن الرسل اتفقوا على أربع مسائل يدعون إليها. المسألة الأولى عبادة الله وحده لا شريك له. المسألة الثانية طاعة الرسول، لأن لما أرسل الله الرسل ليدعو إلى توحيد الله وعبادته، طيب كيف يعبدون الله؟ أوحى إلى الرسل يعلم أقوامهم كيف يعبدوا الله، فلا بد من طاعة الرسول. فما من رسول إلا قال لقومي إيش؟ أطيعوني. قال اعبدوا الله وأطيعوني، صح؟ الأمر الثالث أمرهم بتقوى الله عز وجل. كل الرسل أمروا أقوامهم بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي وصية الله جل وعلا عباده من الأول إلى آخر. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الأمر الرابع الاستغفار. الإنسان مهما بذل واستقام واتقى الله عز وجل لابد أن يقصر، فلا بد من الاستغفار حتى يستدرك ما فاته من الطاعة وما وقع فيه من الذنوب. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن التوحيد دعوة جميع الرسل، ليست دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم وحده، بل كل الرسل إنما أرسلوا ليدعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فلذلك إذا دعوت إلى التوحيد فأنت تدعو بدعوة الرسل جميعا، أنت على سبيل الرسل إذا دعوت إلى التوحيد، فالرسل كلهم دعوة توحيد الله، ومن أجل ذلك بعثهم الله. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لما بدأ بقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن بأن الله خلق الجن والإنس لعبادته،
وفي الآية الثانية بيّن بأن الله بعث الرسل للأمر بعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأما قول الشارح أن الله ما أرسل الرسل ليعلموا الناس الفلاحة والزراعة والصناعة ولا ليعلموا الأكل والشرب، صحيح ما أرسله من أجل هذا، ولكن لا يعني هذا أن ليس ثمة آداب تتعلق بهذه الأمور قد بينها الرسل، الحلال منها والحرام، الأكل والشرب ما يجوز وما لا يجوز، آداب الأكل آداب الشرب، والحقيقة كل هذه الأشياء مكملات للتوحيد، لكن أصل الدعوة التي من أجلها أرسل الله الرسل ما هي أصل الدعوة؟ الدعوة للتوحيد إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فلا يشكل علينا أن الرسل ما أرسلوا لتعليم الناس الأكل والشرب، لا، علمهم ما الحلال من الأكل والحلال من الشرب والحرام من الأكل والشرب، وعلم آداب الأكل والشرب، لكن أصل الدعوة المقصود منها أن أرسلهم الله جل وعلا ليعبدوا الله وحده لا شريك له. ثم قال ولا أن يقروا بوجود الرب والربوبية، لماذا؟ لأن أصلا الناس مقرون بالربوبية، ما أرسل الرسل حتى يقرر الناس بالربوبية، هم أصلا أقروا بها. لماذا ما أرسل الله الرسل عليهم السلام بعد آدم عليه السلام؟ لأنه كان أمة واحدة على التوحيد، لما اختلفوا وعبدوا غير الله عز وجل وذلك في قوم نوح عليه السلام أرسل أول رسول، كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد. فاللي حصل اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من أشرك بالله، فأرسل الله الرسل، وكان أول رسول أرسله نوح عليه السلام. جميع اتفقوا على ماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، قوله أن يعبدوا الله، قوله تعالى أن يعبدوا الله هذا أمر، وقوله تعالى واجتنبوا الطاغوت هذا أمر بمعنى النهي. نعم، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهذه هي دعوة الرسل، ما أرسلوا وبعثوا ليدعوا لعبادة الله فحسب، بل يدعوا لعبادة الله وتجنب الشرك. وقلنا مرارا لو أن شخصا ما عبد الله لا يكفي، ماذا يلزمه مع عبادة الله؟ أن يتجنب الشرك، لأن المشركين يعبدون الله أيضا، فلا يكفي أن الإنسان يعبد الله، لابد أن يعبد الله ويوحده لا يشرك به شيئا. وإذاك الله جل وعلا يقول في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل في بعض المرات يأتي النهي عن الشرك من غير الأمر بعبادة الله عز وجل. قال جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن؟ قال الشرك. فاجتناب الشرك هذا أمر مهم لازم للتوحيد، لن يكون إنسان موحدا حتى يجتنب الشرك، ممكن أن يكون إنسان عابدا لكن لن يكون موحدا. كيف؟ إذا عبد الله فهو عابد لله، لكن إذا عبد الله وعبد معه غيره فهو ليس بموحد وإن كان عابدا لله. إذن لابد من ماذا؟ من التوحيد، إخلاص الدين لله، وهو أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فذلك قال هنا إيش؟ أن جميع الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومثل ذلك قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، لابد الكفر بما يعبد من دون الله أنك ما تعبد غير الله وتعتقد بأن هذا باطل، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد في كل شيء. الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد في كل شيء، هذا معناه اللغوي. نعم، والطاغوت يطلق ويراد به الشيطان وهو رأس الطواغيت لعنه الله، ويطلق ويراد به الساحر والكاهن والحاكم بغير ما أنزل الله، والذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله. فالطاغوت كما يقول ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. فالله أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى واجتناب الطاغوت، والمراد بالطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة وغير ذلك، كلها تسمى طواغيت، لكن من عبد من دون الله ولم يرضى بذلك فهذا لا يسمى طاغوتا، مثل عيسى عليه السلام،
كذلك عباد الله الصالحين كالحسن والحسين والأولياء الذين لم يرضوا أن يعبدوا من دون الله، هؤلاء لا يسمون طواغيت، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. فهؤلاء الذين يعبدون الحسين وأمثاله، هؤلاء يعبدون الشيطان، لأنه هو الذي أمرهم بهذا. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. قال الشيخ: يعني الشياطين. قال تعالى: أكثرهم بهم مؤمنون. قال الشيخ: فقوله اجتنبوا الطاغوت يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وليس بالضرورة ما يسمى الطاغوت أن يكون كافرا، فالصنم والوثن والحجر والشجر هذه أمور جمادات غير مكلفة، هي طواغيت تعبد من دون الله، لكن هل يقال عنها أنها كافرة؟ هي ما يصدق عليها أنها كافرة ولا مؤمنة، هي جمادات. لكن إذا كان إنسانا مكلفا أو شيطان جنيا وعبد من دون الله، إن كان راضيا بذلك فهو طاغوت، وإن لم يكن راضيا بذلك فهو ليس بطاغوت، وإن كانت عبادته عبادة المشركين له من دون الله هي عبادة طاغوتية، لكن هو ليس بطاغوت لأنه لم يرضى بذلك. نعم. وفي الآية الأخرى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال الشيخ: فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، مثل قوله: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات. نعم. قال جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت بكل ما يعبد من دون الله، ويؤمن بالله، وهذا مطابق لأي كلمة يا إخوان؟ للا إله إلا الله. فإن لا إله معناها الكفر بالطاغوت، إلا الله يعني عبادة الله وحده لا شريك له. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تعرفون العروة؟ موضع الإمساك بالإناء، هذا يسمى إيش؟ عروة، يمسك، صح؟ في عروة ضعيفة، في عروة قوية موثوقة. المراد بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، يعني من كفر بالطاغوت وعبد الله وحده لا شريك له فقد تمسك بلا إله إلا الله تمسكا صحيحا. تضح المعنى؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى المراد منها لا إله إلا الله، فهي عروة موثوقة، من تمسك بها نجا ودخل بها الجنة ونجا بها من النار. نعم. ولاحظوا قوله واجتنبوا، ما قال اتركوا عبادة الطاغوت، لأن اجتنبوا أبلغ، يعني اتركوا كل الوسائل التي توصل إلى الشرك، والاجتناب أبلغ من الترك. فالاجتناب معناه أننا نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصل إليه. فهذه الآية فيها أن الرسل بعثوا بالتوحيد الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت من أولهم إلى آخرهم. طيب، يقول واجتنبوا، الاجتناب أبلغ من الترك، فيقتضي الاجتناب ماذا؟ عدم الاقتراب لأي شيء يوصل إلى المنهي عنه بعينه. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبيقات، يعني كونوا في جانب وهي في جانب، اجتنبوها. ومثل ذلك قول إبراهيم عليه السلام في دعاء لله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر. واضح؟ ونحو هذا قول الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقول جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا، فهذا نهي عن الزنا وأكثر، فهو نهي عن الزنا ونهي عن إيش؟ كل ما يقرب إلى الزنا. وهكذا هنا قال اجتنبوا الطاغوت، لم يقل اتركوا عباد الطاغوت، بل اجتنبوا، هذا أبلغ، يعني اجتنبوا يعني اتركوا عباد الطاغوت، واتركوا كل ما قد يوصل إلى عباد الطاغوت، كالغلو، كتعليق التمائم، كالحلف بغير الله، كقول الرجل ما شاء الله وشئت. فهذه تسمى في الشرع شرك أصغر، لأنه ماذا؟ لأنه وسيلة للشرك الأكبر. فاجتناب عبادة الطاغوت يقتضي أن تترك الشرك وجميع وسائله، لا تقترب أبدا. نعم.
إذن جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذه ملة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي ملة واحدة، وإن اختلفت شرائعهم إلا إن أصل دينهم وعقيدتهم هو التوحيد وعبادة الله في كل وقت بما شرع. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام عبادة لله لأن الله أمر بها، لكن بعدما نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة، والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية، فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يعتبر كافرا، فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت، وإذا نسخ فإنه ينتقل إلى الناسخ ويترك الدين المنسوخ. فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعهم، وقد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالإخوة لعلات، وهم الإخوة من الأب، أبوهم واحد ولكن أمهات الإخوة لعلات يعني لضرائر أكثر من زوجة، أبوهم واحد، الرسل أصل دينهم واحد، والاختلاف إيش في الشرائع، أما أصل الدين والإيمان والتوحيد فكلهم قد اتفقوا عليه. نعم. ولكن أمهاتهم مختلفات، كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة حسب حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه، ولكل أمة ما يصلحها، وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال الشيخ: فما دام الدين لم ينسخ فهو عبادة لله، وإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك المنسوخ. قال تعالى: فمنهم من هدى الله، يعني منهم من أجاب الرسل ومنهم من أبى وحقت عليه الضلالة. القدر السابق، أي القدر السابق المقدر باللوح المحفوظ بسبب كفره وعناده. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الآن الآية في المتن: وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. نعم. قال الشيخ الفوزان: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الشيخ: القضاء له عدة معان، منها القضاء والقدر، ومنها الحكم والشرع، ومنها الإخبار. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني أخبرناهم، ومنها الفراغ. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، يعني فرغتم منها. فالقضاء له عدة إطلاقات، المراد منها هنا الأمر والشرع. وقوله تعالى وقضى معناه شرع. قال تعالى: ألا تعبدوا إلا إياه. قال الشيخ: والله لم يشرع عبادة غيره أبدا، لم يشرع عبادة الأصنام، ولم يشرع عبادة الأولياء والصالحين، ولم يشرع عبادة الأضرحة والقبور، ولم يشرع عبادة الأشجار والأحجار أبدا، هذا شرعه الشيطان. أما شرع الله فهو عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له. وهذا طيب. القضاء له عدة معاني، لكن في قضاء كوني وقضاء شرعي. قضاء جل وعلا أن تكون مخلوقات كما هي، يعني كونها بالصورة التي شاءها، وقضى جل وعلا شرائع، قضى بالتوحيد، قضى بوجوب الصلاة، قضى بوجوب الصيام، قضى بتحريم الخمر، قضى بتحريم الربا. ولا نخلط بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. القضاء الكوني نؤمن به، والقضاء الشرعي نؤمن به، ونجمع بين الإيمان بالقدر والشرع بخلاف أهل البدع، فمنهم من آمن بالقدر وكفر بالشرع، وهم الجبرية. الجبرية إيش؟ من هم الجبرية؟ ها؟ الجهمية، الجبرية المرجية، فأنكروا شيء اسمه قدر، وإنما أنكروا شيء اسمه شرع، وقالوا إنسان مجبور، إن صلى فمجبور، وإن كفر فمجبور، وإن آمن فمجبور، يعني ما لا فائدة من الشرع. لماذا يرسل الله الرسل وينزل الكتب ويأمر وينهى؟ لماذا الشرع الأمر المعروف عن المنكر؟ ما دام الإنسان لا إرادة له هو مجبور على جميع أفعاله، فأبطلوا الشرائع لما غلوا بإثبات القدر، وقالوا إنسان مجبور حتى لو أمر أو لم يؤمر نهي أو لم ينهى فإنه مجبور على أفعاله، فهو مطيع لله على كل حال، حتى لو كفر بالله جزاه الله خير لأنه يفعل ما أجبر الله عليه.
إذا ما فائدة الرسل؟ ما فائدة الشرائع؟ ماذا فعلوا هؤلاء؟ كفروا، كفروا بالشرع. من هؤلاء؟ الجبرية. القدرية نفاة القدر، كفروا بأن الله قدر مقادير كل شيء، وقالوا إنما الأمر أنف، يعني قضى الله بالأزل لا ما حصل، وإنما الأمر مستأنف استجد، فبالغوا بالإيمان بالشرع وكفروا بالقدر. فإذا قالوا العبد يخلق فعل نفسه، ما في شيء اسمه قضاء وقدر، قدره الله، كيف الله يقدر فلان في النار ثم يخلقه لحد الآن ما خلقه وقدر عليه في النار، كتبه في النار لحد الآن ما خلقه، لا ما في شيء اسمه قدر. فكفروا بالقدر وبالغوا في إثبات الشرع حتى قال العبد يخلق فعل نفسه. من هؤلاء على باطل؟ القدرية ولا الجبرية؟ كلاهما. ووفق الله عز أهل السنة إلى الإيمان بالقدر وبالشرع، فآمنوا بأن الله عز قدر كل شيء، يسمى هذا قضاء وقدر، يسمى قضاء قضاءه الله عز وجل وفرغ من العباد، وآمنوا بالشرع بأن الله شرع الشرائع فأرسل الرسل وأنزل الكتب. والإنسان لا يعلم ما الذي قدر له، لكن يعلم ما الذي شرع له، فماذا يفعل؟ يشتغل بماذا؟ بالشرع، ولا يفكر بالقدر. القدر تؤمن فيه فحسب، ما الذي كتب ما أعلم، لو حاولت أتعرف ما أستطيع. فأنا لا أعلم عن نفسي أين، في الجنة ولا في النار، لكن أعرف أن الله أرسل رسولا وأنزل كتابا وأمر ونهى. فأنا الشغل أين الآن؟ أين أشتغل؟ في الشرع، ما أشتغل في القدر. القدر إيش مطلوب مني؟ أؤمن به، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر، أؤمن بأن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، نؤمن بهذا لا ننكره، وأشتغل بماذا؟ بما شرع الله لي. فكسبنا ماذا نحن أهل السنة؟ كسبنا الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. فلذلك أهل العلم قالوا كلمة، عبارة مختصرة مفيدة جدا، قال لا تسأل عما فعل الله جل وعلا، واسأل عما تفعل. أين تفعل أنت؟ بالأمور إيش؟ شرعية. لا تسأل عما فعل، كما قال أهل العلم القدر سر الله في خلقه، لماذا خلق، ماذا خلق، ماذا سيفعل، ماذا فعل، هذا أمر لا يعلم حتى الملائكة الكرام ولا الأنبياء المرسلون. الملائكة ماذا قالوا؟ قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، قال ولا أعلم الغيب، قل ولا أعلم الغيب، ما يعلم الغيب. فعلينا أن نؤمن بالقدر ولا نبحث، القدر سر الله في خلقه، لو حاول أحد أن يبحث سيعود ذهنه خاسئا وهو حسير، لا يمكن. فهذا الجانب نؤمن به ولا نخوض، نعلم بأن الله عز وجل يعلم كل شيء وكتب مقادير كل شيء، وشاء أن يخلق الخلاق فخلقه، إن كل شيء خلقناه بقدر، أي علمناه وكتبناه وشئنا أن نخلقه فخلقناه. نأتي أين بحثنا؟ في الشرع، بما أمر جل وعلا وعن ماذا نهى، وما الذي يحبه، وما الذي يرضيه، وما الذي يسخطه، وما الذي يبغضه، كيف أكسب الحسنات، كيف أتجنب السيئات، ما هي التوبة، ما هو الاستغفار، ما هي الصلاة، ما هي أحكامها، هذا مجالنا. فإذاك الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عما قدر الله كتبه وقدره، فقال يا رسول الله ففيما العمل ما دام مقدر مقدر، في ماذا نعمل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الجواب اعملوا ولا تنظر إلى ما كتب الله، اعملوا، هل الجواب كافي في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كافي أو لم يكن كافيا؟ كافي، ما زادهم شيء، قال اعملوا. طيب الصحابة هل قبلوا هذا التوجيه وعملوا؟ خلاص، ما قال يا رسول الله كيف، شرح لنا كيف يكتبهم بعدين يدخلهم جهنم، كيف ما كيف، لا لا لا، اعملوا خلاص، اعمل عط. فكان يتعلم يقول يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله، يا رسول الله أي الإسلام خير، يا رسول الله أي الإسلام أفضل، يا رسول الله علمني الصلاة، يا رسول الله كيف أفعل. هذا المجال مجال الشرع. فنحن نؤمن بحمد الله عز وجل
بالقدر وبالشرع، بأن الله قدر كل شيء، مقادير كل شيء بيد الله، هذا قدر الله عز وجل نؤمن به وهو من أركان الإيمان. ونؤمن بالشرع بأن الله أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى وتوعد ووعد وسيجازي، هذا مجالنا، واضح؟ طيب، قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا القضاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كوني ولا شرعي ولا كوني وشرعي ولا الله أعلم؟ ها، شرعي لا شك. لماذا؟ لأن ما قضاه الله كونا كن فيكون، ما يتخلف، كن فيكون. فلو كان الله جل وعلا قد قضى كونا ألا يعبد إلا هو لقال كن، لصار الناس كلهم ماذا؟ كلهم يعبد الله وحده لا شريك له، ما يتخلف أمر الله الكوني، كن فيكون، واضح؟ فأمر الله الكوني لا يتخلف، يكون كما شاء الله. وفي الحديث المشهور عبارة منتشرة جدا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلو كان هذا قضاء كوني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لقال كن فيكون، لصار كل الناس يعبدون الله وحده لا شريك. لكن لما رأينا الناس منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبد الله، الأكثر لا يعبد الله، الأكثر يبد الله ويشرك به، فدل على أن قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء ماذا؟ قضاء شرعي. فميزة القضاء الكوني أنه لا يتخلف، قلوا معي كن فيكون. وميزة القضاء الشرعي أنه كله يحبه الله ويرضاه، لكن ممكن من يلتزمه من الناس منهم من لا يلتزمه، منهم من يتتبع رضوان الله ومنهم من يذهب إلى سخط الله، واضح؟ كل ما شرعه الله فهو محبوب لله، فهو مرضي عند الله، الصلاة، الصيام، الزكاة، الجهاد، البر، التقوى، الصلاة، قراءة، كل شيء مشروع حتما هو ماذا؟ حتما هو ماذا؟ محبوب لله، يحبه الله ورضي به وأمر عباده به وشرعه له. وكل ما قضاه الله كونا، إيش ميزته؟ ما هي ميزته؟ أنه كون فيكون، لا يتخلف. إذا عرفنا أن ما قضاه الله جل وعلا ميزته أن لا يتخلف، عرفنا أن منه ما يحبه ومنه ما لا يحبه، ولا لا؟ ماذا يمتاز قضاء الله الكوني؟ بأنه لا يتخلف. لكن هل بالضرورة كل شيء يقضي الله كونا أنه يحبه؟ نجرب. هل قضى الله عز وجل يخلق الشياطين؟ قضى ولا لا؟ أكيد قضى، نعم. لو ما قضى أن يخلق الشياطين كان ما في شياطين، لأن كون فيكون، صح ولا لا؟ لا يمكن أن الشياطين وجدوا من غير إرادة الله الكونية، الله جل هو الذي خلقهم. من خلق إبليس؟ الله عز وجل. من خلق الشياطين؟ الله عز وجل. من خلق الظلمة؟ من خلق الكفر؟ الله عز وجل. فكل شيء مخلوق لله، إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء، من يحب ومن لا يحب، الكفار والمسلمين، الملائكة والشياطين، كل مخلوقات هي مخلوقة لله، كن فيكون. والسؤال، هل بالضرورة أن ما يخلقه الله ويريده كونه أن يكون محبوبا لله؟ لا، منه ما هو محبوب ومن غير محبوب، لكن لحكمة خلق، خلق الشياطين، خلق الكفار، خلق المنافقين، الله خالقهم، من خلقهم؟ الله عز وجل، لحكمة خلقهم وهو أحكم الحاكمين، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، لكن لا بد أن نؤمن بأن ما من مخلوق إلا والله خالقه، يحبه أو لا يحبه، يحبه ولا يحبه، كل المخلوقات الله خالقها، صح؟ أما التشريعات فلا يشرع الله إلا ما يحب. وهل بالضرورة كل واحد يلتزم بما شرع الله؟ لا، الأكثر لا يلتزم، لكن بالضرورة أن كل التشريعات محبوبة إلى الله عز وجل، واضح؟ واضح؟ فممكن إنسان أن تجتمع فيه إرادة الله الكونية والشرعية. أراد الله عز وجل أن أبو بكر الصديق أن يكون مؤمنا، كن فيكون، وشرع له الإيمان فآمن وهو الصديق. إذا اجتمع في أبو بكر الصديق ماذا؟ إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية. لكن كفر إبليس أراده الله كونا ولا لا؟ دركم، كيف عرفتم؟ لأنه كفر، لو أراد الله له الإيمان ما يتخلف إرادة الله الكونية،
لكن أراد الله كونا أن يكفر فتحقق بإرادة الله. طيب إسلام إبليس، إيمان إبليس حصل شرعا؟ حصل. أسلم إبليس؟ ما أسلم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لم تتحقق فيه إرادة الله الشرعية، مع أن الله أراد منه الإيمان والشرع، أمر أن يسجد لآدم طاعة الله فأبى واستكبر وكان من الكافرين. واضح؟ واضح. إذن لابد أن نؤمن بهذا وهذا، وأهل السنة وفقهم الله عز وجل فآمنوا بالقدر، إن كل شيء خلقنا بقدر، وآمنوا بالشرع. وأين نشتغل نحن؟ وأين نبحث؟ في الشرع ولا في القدر؟ في الشرع. طيب ما واجبنا في القدر؟ الإيمان، نؤمن بالقدر ونؤمن بالشرع ونطلب الشرع ونعمل بالشرع. والقدر لا نخوض فيه أكثر من إيش؟ مما أخبر الله عز، بأن الله بكل شيء عليم وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق الخلائق ما يحب وما لا يحب حسب مشيئته، وفق مشيئته شاء أن يخلق الخلائق فخلقها. فكل شيء مخلوق لله عز وجل، وكل شيء شرعه الله، الله يحبه جل وعلا، ومن الناس من يمتثل ومنهم من لا يمتثل. إذا فهمت هذا فأنت على خير في باب زلت فيه أقدام وتاهت فيه أوهام، طلعت فيه جبرية، طلعت فيه قدرية، وزل من زل. وأنت أيها السني وفقك الله، آمنت بماذا وماذا؟ ها، بالقدر وبالشرع، وتبحث عن ماذا؟ عن الشرع لتمتثله، ترجو ثواب الله وتخاف عقابه. نعم تفضل. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، قال تعالى ألا تعبدوا، قال الشيخ هذا نفي، وقوله تعالى إلا إياه، قال الشيخ هذا إثبات. طيب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه مثل لا إله إلا الله، فألا تعبدوا هذا لا إله، إلا إياه هذا إلا الله. ولذلك لا إله إلا الله كم ركن لها؟ كم ركن؟ أي كم ركن لها؟ اثنان. ما سمعتم؟ أي ما هما؟ النفي والإثبات. النفي والإثبات. طيب أحدهما عام والآخر خاص، أيهما العام؟ عبد الله، النفي لا إله. أيهما الخاص؟ الإثبات إلا الله، نفي عام ها وإثبات خاص. ركنان لا تستقيم هذه الكلمة إلا بالركنين. نجرب والتجربة خير برهان. لو قيل لا إله فإن الألوهية مطلقا عن الله وعن غير الله، لا إله ما يكفي لا إله. طيب لكن الإشكال لو قيل الله إله يكفي أو لا يكفي؟ معنى الله إله صحيح، لكن الله إله ما يدل على أن غيره ليس بإله. الله إله ما يدل على أن غيره ليس بإله. كما إذا قلنا مثلا الآن محمد حاضر، صح محمد حاضر، لكن هل يدل أن غيره ليس بحاضر؟ لا. لكن إذا قيل لم يحضر إلا محمد ها حصرنا الحضور بمحمد، واضح؟ فإذا قيل الله إله صح الله إله، لكن لا يدل على أن غيره ليس بإله مستحق للعبادة، واضح؟ فلا بد من ركنين، ما هما؟ النفي العام والإثبات الخاص، لا إله إلا الله، واضح؟ لا بد من النفي والإثبات حتى يستقيم المعنى. نعم. فهو معنى لا إله إلا الله تماما. ولما أمر بحقه سبحانه أمر بحق الوالدين، فقال تعالى وبالوالدين إحسانا، قال الشيخ فيأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة، لأن الوالدين هما أعظم محسن عليك بعد الله سبحانه. ومعنى إحسانا يعني أحسن إليهما كما أحسن إليك. والشاهد من الآية، طيب يقول وبالوالدين إحسانا يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة، لأن الوالدين هما أعظم محسن إليك بعد الله سبحانه وتعالى. قد يقول قال طيب أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كثيرا ما يذكر العلماء ذكر الله حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله ضمنا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، عد ماذا؟ عد الشهادتين شيئا واحدا، فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان الحج.
فحق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله ضمنا، فإذاك يقال ذكر الله بعد حقه حق الوالدة. واضح؟ ذكر هذا الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالته إيش أمور دعت إليها الشرائع والفطرة، فقال إيش أول شيء توحيد الله، ثم ذكر حق الوالدين، وقال حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل ضمنا في حق الله تبارك وتعالى. نعم. والشاهد من الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأنها تفسر التوحيد وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه فهذا لا يسمى توحيدا، فالمشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره فصاروا مشركين. فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه، وإلا لا يكون عابدا لله ولا يكون ولا موحدا. فالذي يصلي ويصوم ويحج ولكنه لا يترك عبادة غير الله ليس بمسلم، ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه، لأنه لم يمتثل قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تعبدوا معه غيره. وفي الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي رواية فهو للذي أشرك فأنا منه بريء. نعم. قال الإمام هنا ما قررناه قبل قليل، لابد من عبادة الله وترك الشرك، ولذلك كل المشركين يعبدون الله، لكن كل المشركين يشركون بالله. من هم الموحدون؟ الذين يعبدون الله ولا يشرك به شيئا. لو أن إنسان لا يشرك بالله شيئا ولكن يعبد الله، هذا هو التوحيد. قلبنا لكم السالفة، لا يشرك بالله شيئا ويعبد الله، لا يشرك بالله شيئا، هذا إيش؟ ومن يجتنب الطاغوت ويعبد الله، صح؟ طيب لو أن إنسانا لا يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ما يشرك لكن أيضا ما يعبد الله، هذا ليس بعابد لله، مع أن في الحقيقة هذا هو مشرك أيضا. لماذا؟ لأن ما الذي حمله على ترك عبادة الله؟ لماذا؟ صح، عبد هواه، ما يريد أن يعبد الله، إذن هو عبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الله جل وعلا خلقه ليعبده وحده لا شريك له وهو يترك عبادة الله، يعني متبع لهواه بترك عبادة الله، فهو مشرك. فالموحد هو الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فمن ترك عبادة الله أو عبد الله وعبد معه غيره فكلها ليسوا بناجين. الناجي من؟ الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم. فضل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. قال الشيخ الفوزان حفظه الله والآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآيات على نسق واحد ومنهجها واحد. ما هي الآية الأولى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والثالثة وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. فقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مثل قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تماما، لأنها تخرج من مشكات واحدة. قوله تعالى واعبدوا الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته، وقوله تعالى ولا تشركوا به شيئا هذا نهي عن الشرك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل. ومعنى قوله تعالى اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة، والعبادة لا بد من معرفة معناها، هي الذل والخضوع، هذا أصلها في اللغة، يقال طريق معبد يعني طريق ذللته الأقدام بوطئها. طيب قول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا هذه نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ما المعرفة منها؟ الشيء، شيئا هي نكرة، الشيء معرفة.
وهذه المعرفة أتت في سياق ماذا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا، ولا تشركوا نهي ولا نفي؟ نهي مش نفي، وانت شو تقول؟ نهي ولا نفي؟ نهي عشان قال عبد الله ولا؟ طيب ما هو النفي وما هو النهي؟ ها؟ لا هي لا تأتي نافية وتأتي ناهية ولا لا؟ ما الفرق بين النفي والنهي؟ صح؟ النهي والنفي مر عليك شيء اسمه نهي ونفي؟ راشد سيف عبد العزيز في نهي وفي نفي صح؟ طيب لابد تفرق بينهما. النهي ينهاك عن فعل شيء وتأتي جازم الفعل المضارع بعدها. إذا قيل لا تسرع، لا تركض، لا تأكل، لا تشرك، لا تستعجل، ينهاك عن فعل شيء معين، واضح؟ ينهاك. لا تتعجل، لا تتكلم، لا تشاغب، ها ينهاك، واضح؟ النفي ينفي وجود الشيء، يقول لا رجل في الدار، يقول لا مال لي، لا ولد لي، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا إله إلا الله، ينفي. النفي نفي الشيء، النهي النهي عن الشيء. من حيث الإعراب لا الناهية إذا دخلت على المضارع تجزمه، ها؟ لا تشرك، لا تشرب، لا تركض، لا تتكلم. لا النافية تدخل على الأسماء إذا دخلت على الاسم فإنها تنصبه، لا إله إلا الله، لا صلاة لمن لا وضوء له، لا وضوء لمن لم يكتب الله عليه، واضح؟ والكلمة إذا جاءت نكرة في سياق النفي أو النهي، هذا أو هذا، تفيد العموم. النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. فهنا لما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا، أول شيء لا تشركوا، هذه نهي ولا نفي؟ نهي، ينهانا عن ماذا؟ عن الشرك. قال واعبدوا الله ولا تشركوا، تشركوا مجزومة بلا الناهية لأنها ناهية، وعلامة جزمها ماذا؟ حذف النون لأنهم الأفعال خمسة. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نكرة ولا معرفة؟ نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد ماذا؟ تفيد العموم. هل الذي نريد أن نصل إليه تفيد العموم؟ يعني إيش المعنى بما تفيد العموم؟ يعني واعبدوا الله ولا تشركوا به أي شيء من الأشياء. لا تشركوا مع الله ملائكة مقربين، ولا أنبياء مرسلين، ولا أولياء صالحين، ولا إنس ولا جن، ولا شمس ولا قمر، ولا شيطان ولا هوى. لا تشرك مع الله أي شرك، أي شيء. فقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. تفيد العموم من وجهين اثنين ليس وجها واحدا، يعني ولا تشركوا به شيئا يعني أي شيء من الأشياء، صنم، وثن، ملك، نبي، رسول، إنس، ولا واحد من الأشياء الآلهة كلها، لا تشرك مع الله إلها آخر. بعد في عموم شيء ثاني وهو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني أي شيء من الشرك لا تفعله، لا تحلف بغير الله، لا تتوكل على غير الله، لا تسجد لغير الله، لا تركع لغير الله، كل الشركيات لا تفعلها، وكل الآلهة أيضا لا تعبدها. فصار هذا كلام بليغ جدا، فيه العموم أن يتخذ مع الله أي شيء من الأشياء، وفيه النهي أن يشرك مع الله بأي شرك من الشرك، لا صغير ولا كبير، ولا ظاهر ولا خفي. لا تشرك بالله أي شرك، لا تشرك بالله أي شرك. كيف عرفنا أن أي شرك؟ لأن نكرة في سياق أنه تفيد العموم. قال واعبدوا الله
ولا تشركوا به شيئا. واضح الكلام؟ واضح؟ خافنا مو واضح، نشوف نجرب. لا تشركوا هذه ناهية ولا نافية؟ ايه ناهية صح. ولا الناهية ماذا تفعل بالفعل المضارع؟ تجزمه صح. وهو المجزوم بماذا؟ لا تشركوا بلا الناهي وعلام جزمه حذف النون. ما شاء الله قاعد يعلمونك شيخ، هذا شوفه صح. شيئا نكره ولا معرفه؟ نكره تفيد العموم. العموم في ماذا؟ في كل شيء يشرك مع الله، وفي كل شرك يعبد في غير الله. لا تشركوا مع الله احدا من الآلهة المعبودات، ولا تشركوا مع الله اي شرك من العبادات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وأما العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالعبادة هي فعل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا توفيق من الشيخ الإسلام ابن تيمية، توفيق من الله للشيخ الإسلام ابن تيمية، عرف هذا التعريف الجامع. قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كالدعاء كالركوع كالسجود كالذبح كالنذر كالذكر كقراءة القرآن، كل هذه عبادات يجب أن يتذلل بها الإنسان لله عز وجل ويعبد الله بها وحده ولا شريك له، ولا يصرف بها يصرف منها شيئا لغير الله، لأن الله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. فالصلاة عبادة، والصوم عبادة، والإحسان إلى اليتيم عبادة، إلى آخره. كل ما شرعه الله فهو عبادة. ليست العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه، فهذه بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن العبادة ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة، مثل الصلاة والجهاد في سبيل الله، هذا ظاهر على الجوارح تتحرك تعمل، ومنها ما هو على اللسان مثل الذكر سبحان الله والحمد لله، هذه عبادة باللسان، ومنها ما هو بالقلب مثل الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء، هذه أعمال قلوب. فالعبادة تكون على القلوب، وتكون على الألسنة، وتكون على الجوارح. نعم. قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طيب، قال المؤلف رحمه الله وقوله ولا ما زلنا معه. نعم كم واعبدوا الله. واعبدوا، قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال الشيخ لما أمر بعبادته سبحانه نهى عن الشرك، لأن الشرك يفسد العبادة، كما أن الحدث يفسد الصلاة والطواف، كذلك الشرك يفسد العبادة، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم استمر. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المتن الآن. نعم. وقوله تعالى، وقول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، التي عليها خاتمه، فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ثم يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات والأحاديث في هذا الباب فيقول وقول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات الثلاث في آخر سورة الأنعام التي آخرها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تسمى الوصايا العشر، ذكر الله في سورة الأنعام. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآيات الثلاث من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث. نعم، يعني هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بكتاب الله وهذه من كتاب الله. وقوله التي عليها خاتمه يعني كأنه ختمها النبي عليه الصلاة والسلام، المراد أنهما ما نسخ منها شيء بل هي كلها محكمة باقية. نعم. قوله تعالى أتلو أي أقرأ، وقوله تعالى طيب قوله تعالى قل، من القائل قل؟ من قال قل؟ الله عز وجل يقول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، يأمره أن يقول تعالوا، يقول لمن تعالوا؟ للناس جميعا. أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتلوا أي أقرأ، أقرأ. وهنا فائدة وهي
قوله جل وعلا أتلو أي أقرأ دليل على أنك على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأن لا يقع على المخلوق أنه إيش؟ أنه يتلى. الذي يتلى ماذا؟ الذي يتلى ماذا؟ الكلام. واضح؟ فقوله أتلو دل على أن كلام الله كلامه حقيقة ليس بمخلوق. طيب ما الذي قال مخلوق؟ المعتزلة. ولماذا قالوا مخلوق؟ حتى ينفع عن الله أن يتكلم. طيب لماذا نفع عن الله أن يتكلم؟ لأن من عقيدتهم التعطيل، الله ليس له صفات. الجهمية يعطل الله عن ماذا وماذا؟ الأسماء والصفات. والمعتزلة يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات. فلذلك القرآن كلام الله تكلم، إذن الله له صفة، صفة الكلام. والمعتزلة ينفون الصفات، فقال لا القرآن مخلوق مخلوقات الله. فرد عليهم أهل السنة بأدلة كثيرة جدا، من مما ردوا به عليهم قوله جل وعلا أتلو، قالوا أتلو لا يقال إلا عن شيء ماذا؟ عن الكلام. فالشيء المخلوق لا يتلى، الذي يتلى ماذا؟ الكلام، فهو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة. نعم. قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم. تفضل. قوله تعالى ما حرم ربكم عليكم، قال الشيخ دل على أن التحليل حق للربوبية، فالرب هو الذي يحلل ويحرم. نعم. لا ما حرمتموه أو حرمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن كالأنعام يحرمونها للأصنام. ولذلك نسب التحريم إلى نفسه جل وعلا، فقال ما حرم ربكم عليكم، لأن التحليل والتحريم حق الله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يحلل ولا أن يحرم. نعم. بدأ بأعظم المحرمات فقال ألا تشركوا به شيئا، فأعظم المحرمات هو الشرك بالله سبحانه. فإذا قيل لك ما هو أعظم المحرمات تقول الشرك بالله عز وجل، وإذا قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه تقول الشرك بالله، وإذا قيل ما أعظم المنكرات تقول الشرك بالله، وإذا قيل ما هو أكبر الكبائر تقول الشرك بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله. وقد سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك عظيم. وقد قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك بالله عز وجل. فإذا كان الشرك هو أعظم الذنوب وأخطرها، والشرك والذنب الذي لا يغفر الله والموجب لصاحبه الخلود في نار جهنم، وجب على كل مسلم أن يتعلم الشرك ليجتنبه عشان تقع فيه فتخسر دنياك وآخرتك، فتخسر الجنة فتدخل النار، خطير جدا. إذا نتعلم الشرك لماذا؟ حتى نتقيه، حتى لا نقع فيه، حتى نجتنبه. فمن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه، أو من لا يعرف الشر من الخير وقع فيه. نعم. فالشرك والعياذ بالله هو أخطر الذنوب وأعظم ذنب عصي الله به، وهو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. نعم. فقوله ألا تشرك به شيئا هذا نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك به، وهو أعظم ما حرم ربكم عليكم. نعم. فأنتم تستحلون أعظم المحرمات وهو الشرك. وكلمة شيئا يقول العلماء نكرة في سياق النهي تعم كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا من الصالحين أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك، كله يعمه كلمة شيئا، فهي كلمة عامة يعني أي شيء من الأشياء لا يجوز أن يصرف له شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا قوله ألا تشرك به شيئا يشمل كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فليس هناك شيء من الشرك يتسامح فيه لا أكبر ولا أصغر، لأن قوله تعالى شيئا كلمة عامة تنفي جميع الشرك كبيره وصغيره، كما أنها تمنع أن يشرك مع الله أحد كائنا من كان، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والصالحون ولا الجمادات ولا الأشجار ولا الأحجار ولا القبور ولا أي شيء، لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، ولا النذور ولا الذبائح ولا الطواف ولا الدعاء ولا الخوف ولا الرجاء ولا الرغبة ولا الرهبة، لا يجوز ذلك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر،
سواء كان شركا جليا ظاهرا أو شركا خفيا في القلوب. كل ذلك استفدناه من ماذا؟ من كلمة شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، تعم كل الأشياء التي تعبد من دون الله، وتعم كل الشرك صغيره وكبيره ظاهره خفيه، كل هذا أخذ من كلمة شيئا. نعم. قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، أي وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، فكلمة إحسانا منصوب، منصوب على فعل محذوف تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذا كما ذكرنا في القاعدة المتقررة أن الله سبحانه يبدأ بحقه أولا ثم يثني بحق الوالدين دائما وأبدا. إذا أمر بتوحيده أمر أيضا ببر الوالدين، هذا في كثير من الآيات. فهذا فيه الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالبر والصلة والإكرام والتوقير أحياء وأمواتا. أما برهم في الحياة فبالإحسان إليهما بالكلام اللين والتواضع والنفقة والقيام بخدمتهما والتماس رضاهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب الآن الشيخ سيفسر الآيات الثلاث من قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قول تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يعني ثلاث آيات فيها عشر وصايا. بعض الشراح ماذا يعمل؟ يكتفي بالآية التي ذكرها، رأس الآية موضوع الشاهد، ويقول جل وعلا ألا تشركوا به شيئا. هنا لما ذكر الوالدين قال لأن حقهما بعد حق الله عز وجل. طيب أين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها داخل في حق الله ضمنا. طيب قوله جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر، يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه خص بالوصية للوالدين عند الكبر، مع أن الوصية شاملة سواء كان والدك شابا أو كبيرا، وقد يكون بعض الآباء أقوى صحة وشبابا من ابنه، لكن لماذا الكبر هنا بالذات؟ الكبر بالذات جاءت الوصية. قال لأن الإنسان الكبير له حاجات غريبة تشبه حاجات الأطفال. لا إله إلا الله. إنسان يخلق الله ضعيفا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة، يبدأ ضعيفا ثم يقوى ثم يعود ضعيفا. أول ما يولد الإنسان فهو مضطجع على ظهره، حتى الجلوس ما يجلس صح، ثم إذا قوي جلس، ثم شوي شوي وقف، ثم يخطي، ثم يمشي، ثم يجري. إذا تقدم به السن أول شيء ينقطع منه إيش؟ الجري، يمشي بس جري ما يستطيع، بعدين حتى الجري المشي ما يستطيع، يقف لكن ما يستطيع يمشي، ثم بعد ذلك يجلس بس ما يطيع أن يقف، ثم حتى الجلوس قد يصب عليه فيضطجع. شوف شلون الدورة، مضطجع، جلس، وقف، مشي، ها جري، أول ما يفقد الجري المشي الوقوف الجلوس يعود مضطجعا. هذا كلام ربنا جل وعلا، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا واضح للناس أن الإنسان يفقد الجري ثم المشي ثم ثم، لكن ما يجهل كثير من الناس أن كذلك السمع والبصر والعقل أيضا يبدأ ضعيفا وقوة 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 ثم يعود ضعيفا. فحينئذ كبار السن تضعف عقولهم، يصيرون كالأطفال في طلباتهم، واضح؟ فبعض الناس قد يكون شابا لكن ما يدرك هذا الشيء، يريد أن يكون الأب بمستوى عقليته الشبابية، هو ما زال ضعيف العقل لأنه بدأ يتراجع، وما زال تفكيره السابق، يقول لا هذا غلط، سوي الطريقة الفلانية، أقول لك سوي الطريقة الفلانية، أنت لازم تدرك بأنه يتكلم بعقلية قديمة، وقد يكون يتكلم بعقلية إيش؟ متراجعة، كما تراجع في الجري والمشي بدأ يتراجع في العقل، فالطفل عقله ضعيف وسمعه ضعيف وبصره ضعيف، كلما كبر كلما قوي سمعه وبصره وعقله، ثم يعود يضعف عقله وسمعه وبصره. كبار السن ما يسمعون ما يرون،
قد يرجع ويصبح ايش اعمى، قد يكون فيه عياء بالكلام بعد ما كان يتكلم. اما بالبدايه ما كان يتكلم صح، بعدين تعلم وتكلم ثم يتراجع حتى يفقد الكلام. هنا الوصيه بالوالدين عند الكبار مهمه جدا. اياك يا عبد الله ان تستثقل والديك، اياك، فقد تحملاك وانت صغير، الان تحملهم لانهم عادوا صغارا. في ماذا عادوا؟ في اعمارهم ولا في تصرفاتهم؟ في تصرفاتهم، في قواهم ضعفوا. فجاءت الوصيه خاصه للوالدين عند الكبر، فقال اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، يعني هذه كلمه تضجر من باب اولى، لا تقل اكبر من ذلك، لان الان ضعف يا اخوان بر الوالدين بشكل واضح ظاهر جدا. واكثر الناس الان مع الغنى الذي استغناه الناس ليسوا بحاجه الى اولادهم. إن أمرك بالدراسة فلصالحك، إن أمرك أنك تقوم العمل، كل يوم غائب، كل يوم متأخر، كل يوم عليك خصم، قلبهم عليك ما يبون منك شيء. إن أمرك أن تتزوج، أن تربي أولادك، أن تحافظ على زوجتك، على بيتك، عامة ما يطلبه الآباء والأمات في هالأيام لصالح الولد. ومع هذا كثير من الناس يعوق الوالدين، ربما إذا أمره بالدراسة أو بالعمل أو صرخ عليهم صرخة شديدة، ربما أدخل الأم في الجدار. هذا ما يجوز، من أكبر الكبائر، هذا أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر. قال بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. يجب المسلم أن يراجع نفسه، وحقوق الوالدين لن تنتهي حتى بعد وفاتهما، بل أعظم ما يقدم الولد لوالديه الدعاء لهما بعد وفاتهما، ولا في حياتهما، في حياتهما وبعد وفاتهما الدعاء، لأنه أعظم ما يستفيد الإنسان من دعاء أولاده واستغفارهم لهم، واستغفارهم له. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ويتذكر بأن الله بعد أن وصى بعبادة وحده لا شريك له أمر بالإحسان الوالدين. هنا مسألة مهمة أيضا، أن كثيرا من الناس لا يعوق والديه لكن لا يبرهما. فكثير من الناس يخلط بين بر الوالدين وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين من باب النهي، وبر الوالدين من باب الأمر. فقد يكون إنسان ليس بعاق لوالديه لكن ليس بارا. انتبهتم؟ بعض الناس ما يقدم معروفا لوالديه، صح ما يجي منه شر، ما يهينهم، ما يضربهم، ما يشتمهم، ما يعني ما عنده عقوق، لكن ما عنده بر. ما يكفي أن لا تكون عاقا، يجب أن تكون ماذا؟ قولوا معي بارا. لأن الله عز وجل أمر ببر الوالدين ونهى عن عقوق الوالدين، فما يكفي أنك ما تعوق والديك. بعض الناس يسأل وأنا ما أقدم شيء ودائما والدتي راضية عني، بعد راضية راضية على طول. طيب راضية عنك معنا هي من فطرتها تحب أولادها ولا ترضى أن تدخل جهنم ولا أن تأثم، لكن لا يعني هذا أنك إيش ما تبر والديك. فإذاك جاءت الأوامر كثير ببر الوالدين، ليس النهي فقط عن عقوق الوالدين، لابد من برهما. فإذاك راجع نفسك، هل أنت بار بوالديك؟ هذا إن لم تكن عاقا لوالديك، وهذا أمر منتشر جدا، الله يعافينا وإياكم. ولكن راجع نفسك، هل أنت بار بوالديك؟ إذ لا يكفي أن تكون أن لا تكون عاقا، لابد من عدم العقوق، لابد من البر، بر الوالدين. لا سيما إذا كنت إنسانا طالب علم متدين ملتحد صلي، فهنا في الحقيقة كما يقال قد يكون ذنبك أعظم، أنت تعكس الدين. لأن أنا واحد من الناس تأتيني شكاوي من بعض الناس، من الآباء، من الأمهات، وبعضهم يقول يحضر عندك لكنه لسان طويل، والله أن أمي تخاف منه. ليش شكا؟ لماذا؟ ما يجوز، هذا من أكبر الكبائر. تجعل والديك على أعصابهم وخايفين منك، خايفين منك معناه انت ايش غير بار، خافوهم تنفجر عليهم قنبله موقوته. ما يجوز الكلام. على المسلم ان يتقي الله في بر الوالدين، فان مما يعجل الله بعقوبه في الدنيا قبل الاخره، يعجلها العقوق. العقوق اياكم والعقوق، ان الله حرم عقوق الامهات خاصه لهم. الام ضعيفه، يمكن الاب ياخذ حقها بيده وزياده، لكن ضعيفة، وكثير من الناس يستضعفها ويحرجها. فاتقوا الله يا أخوان، اتقوا الله يا أبناء ويا أخواني الأحياء
والأموال، حتى الأموات في بر تبرهم به، بر عظيم، دعاء لهما والاستغفار لهما وصلة أصدقائهما وصلة الأرحام وأشياء معروفة في بابها. طيب كمل. ففي حال حياتهما يبرهما بأنواع البر ولا يسيء إليهما أي إساءة، لأن الإحسان إليهما بر والإساءة إليهما عقوق، والعقوق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. الله أكبر. ففي الأمر بالإحسان إليهما نهي عن الإساءة إليهما، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، ثم قال لأصحابه إن جبريل عليه السلام عرض له فقال له يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار، قل آمين، قلت آمين، قال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين، قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار، قل آمين، فقلت آمين. الشاهد من هذا أن من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات دخل النار بسبب العقوق، دعا عليه جبريل بدخوله النار وأمن على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. الله أستاذ صلى الله عليه وسلم. هذا الإحسان إليهما في حال الحياة. أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله رجل فقال يا رسول الله ما بقي من بر والدي بعد موتهما، قال أن تصلي عليهما مع صلاتك، يعني تدعو لهم إذا دعوت لنفسك، وإنفاذ عهدهما، يعني الوصية التي أوصيا بها، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. إذا كان لوالدك صديق أو لأمك صديقة فأكرم هذا الصديق، لأن إكرام صديق والدك أو صديقة والدتك إكرام لوالديك. هذا ما يبقى من البر بعد وفاة الوالدين، الدعاء وتنفيذ وصاياهما وصلة الرحم المرتبطة بهما من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وسائر القرابة والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات إلى آخره. كل من تربطك به قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو من ذوي الأرحام، وإذا وصلته فقد بررت بوالديك. حسبك، نقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.